واليوم بشبابيك رح نفتح شبيك الضوء على كاتب مميز، شاب مؤمن بضرورة أنه الكتابة تغير الواقع، ولكن كتابة من نوع آخر. لن نتكلم عن روايات، مش رح نتكلم عن شعر ولا عن قصص، رح نتكلم عن سيناريوهات لا مسلسلات منحضرها. هيدي المسلسلات اللي بوقت من الأوقات لازم تغير، ما بنعرف، لازم تعكس الواقع، ما بنعرف، تكون منارة، ما بنعرف. رح نعرف أكثر مع تجربة الكاتب الصديق فادي حسين. صباح الخير فادي. صباح الخير لوركا، وصباح الخير لمشاهدين قناة الجديد. أهلا وسهلا فيك. وأخيرا فادي قدرنا قبلت تطلع معنا. لا والله لا، بالعكس، مش قبلت، أنت متواضع، بس بمعنى نضجت التجربة لنحكي عنها. الفكرة كانت أنه ما بحب أطلع إذا ما كان عندي نتاج يعرض، يعني أنا ما بحب يعني أقدم حالي بدون شيء لدي. هي الفكرة بس، لا أكثر ولا أقل. نعم. طيب فادي، خلينا نبدأ من الأول، من الصفر. يعني فادي حسين شاب من سوريا بيعيش بلبنان، طموح وأيضا مبدع، رحت على عالم كتابة السيناريو وأبدعت. رح نحكي عن إبداعاتك، بس أول شيء خبرنا كيف رحت، يعني من أخذ بإيدك وكيف مشيت على هيدا الطريق؟ حقيقة الكتابة موجودة عندي من زمان. أنا كنت بكتب شعر، بعدين اكتشفت أنه هذا الشعر هو، لما قرأت دواوين الشعراء يعني من أمثال محمود درويش، نزار أباني، عمر أبو ريشة وكثير من الناس، وجدت نفسي أنه هي خواطر يعني ممكن بقولها لرفقاتي، لكن لا يمكن ولا تصلح عن أدعي وأنا أقول عن نفسي شاعر. لكن نحن عموما المنطقة الفراتية أو هذه الجزيرة السورية تشتهر بالحكاية وحكاية الجدات، يعني أنا من الناس اللي بينصت كتير لحكايات الجدات. هذا السرد تحول باللاوعى عندي لكتاب. أنا بالبداية اتجهت نحو التمثيل، لكن لم أجد نفسي في هذا المكان، خاصة مع تداعيات الأزمة في سوريا وظهور السوشيال ميديا، فوجدت نفسي في الكتابة أفضل بكثير، وأعبر عن نفسي حقيقة. وأنا شخص شوي قيادي، بحب الناس ترجع لي، ما بحب أن يكون مطي على حدا، ولا بحب أتملق للمخرج سين ولا المخرج عين، يعني حقيقة هي الفكرة بكل بساطة. نعم، فإذا عندنا ثلاث أدوار هون، ممثل ومخرج وكاتب سيناريو. أنت لقيت حالك ككاتب لأنك بتمشيهم اثنيناتهم بطريقة ما، بتمشيهم اثنيناتهم، آخر شيء الاثنين بدهم يعني يجسدوا لك نصك على الأرض، يحولوا لحياة. الكتابة أنا بشوفها لإلي أعمق، يعني أعمق؟ أحمق بكثير، لأن لسبب بسيط. أنت تمتهني خلق الشخصيات على الورق، وأيضا لديك القدرة على قتلها. يعني أنا بحب كلمة بقولها، تتحكم، يعني متحكم. نقتل أبطالنا بدم بارد ونتقاضى على ذلك أجرا، يعني فيعني أنا بحب الكتابة حقيقة، لأنها حلوة هالجملة، لأنها تعبر عني. بس نحن عم نحكي الكتابة، لما بتقول نوع الكتابة اللي هي كتابة السيناريو، كتابة السيناريو، الكتابة أو الدرامية أو أفلام أول شو ما كان، أكيد كتابة السيناريو. يعني فهي المهنة حقيقة هي مهنة لها تأثيرها. تستطيعين أنت ككاتبة أن تقولين ما تريدين، تمررين أفكارك دون أن يحاول أحد حجم أو لجم ما تريدين قوله، تنتقدين ما تريدين بأسلوبك. فيعني بحس أنا بتشبهني كتير. وفي كلمة هيك حلوة للأستاذ الروائي يعرب العيسى، بيقول الكتابة فعل بسيط، أن تضع جهاز اللابتوب على الطاولة وتفتح شرايينك. فيعني أنا ميال للكتابة حقيقة، يعني تشرح حالك وتخلي تماما الدم، يعني تخلي الدم يتدفق على كل حال. طيب إذا بدنا أن يعني شو بقولوا، نحاور بعد، لأنه أنت كمان عم تحاور نهايتك، انطلاقا من شو كتبت، انطلاقا من مسلسلاتك اللي عم نعرضه هلأ، اللي كتبتون اللي هني وصايا الصبار واللي هني نقطة وانتهى. أوكي، انطلاقا منهم، السؤال اللي بيفرض حاله هون بشكل عام قبل التفاصيل، عادة المسلسلات فادي حسين هي مرآة للواقع ولا منارة للواقع؟ شو بدها تكون؟ يعني بتعكس واقعنا مثل ما هو، ولا بتاخذ واقعنا على بعد آخر، بتكون منارته ضوه، شو لازم يكون، ولا خليط؟ لا هي خليط. ومهمة الدراما هي إلقاء الضوء على مشاكل هذه الحياة،
وطرحها للمجتمع، لكن ليس من مهمتها إصلاحها. بالأخير الدراما هي ليست مؤسسة اجتماعية وليست قيادة سياسية، هي تلقي الضوء على مشكلة ما، وعلى المعنيين بهذا الأمر إصلاحها، ولكن تقديم هذه المشكلة بجمالية. ولا إذا بدنا نحكي عن الدراما فأعتقد ما يحدث في غزة أهم درامات العالم، لكن أنت ككاتب عليك أن تجمل هذا الألم وتمجده في مراحل ما وتقدمه للمتلقي لكي يتعامل معه بندية ويأخذه بعين الاعتبار. يعني هي بعتقد أحدى مهام الدراما الأساسية هي تسقيط، هي إلقاء الضوء على مشكلة ما وعلى الآخرين معالجتها، المعنيين بالأمر. ليس يعني من الناس اللي بيقولوا إنه إذا بدنا عالم الإبداع، لأن في ناس بيقولوا لك القصيدة مثلا، حتى القصيدة مش شغلتها تغير. مين قال لك إنه عندنا رسالة نحن المبدعين والشعراء؟ نحن نكتب للفن، الفن الفن. لنتفق صديقتي لوركا أنه الفن وخاصة في هذا الزمن ما بيغيرش، ما بيغير. شو بيعمل؟ بيغير الحياة؟ حياة هو بيسلط الضوء. لا لا لا، لأنه صار في شيء أكبر من الفن. بتلاقي كل 10 سنوات لحتى يمرق مسلسل ما يؤثر في قضية ما. يعني ممكن العام مرق مسلسل الفنانة منى زكي اسمه تحت الوصاية، أثر في وعدل في قوانين معينة تتعلق. بدي أقول أنا هذا الموضوع سبقتني أنه مسلسل غير قوانين، صح. هيك لازم تكون الأشياء أصلا ولا ما ضروري؟ لا لا، هو ضروري ضروري ضروري، هذا ضروري، لكن عليك من يستجيب لهذه الدراما. يعني حدثت، عم قلك قصة نادرة، إنه بس لأنه كتابتها مؤثرة، تمثيلها مؤثر، حركت المجتمع، القضية كمان مؤثرة، قضية مؤثرة أكيد. حركت المجتمع. يعني أنت لما بتكتب، قصدي هول الشخصيات تحطهم على الورق وتمشيهم مثل ما، وبتقتل وبتعيش وبتحب وخيانات وقصص وحكايات على ذوقك. طب إنه أنت وعم تكتب بتحس إنه أنا هلأ رح استثير ذائقة الجمهور أو مكبوتات الجمهور كرمال غير بمطرح؟ لأن عن جد ياما ناس طلقوا أكيد. ناس تجوزوا، ناس بنوا حياتهم من وراء مسلسل. أكيد أكيد، نحن دائما كمان في رأس مال، يفرض عليك رأس المال شروط معينة لتمرير هذا العمل. هيك السياسة، أنت ما فيك تتحكمي. يعني اليوم القناة العارضة تطلب موضوعات معينة، وهذه الموضوعات عليك أنت ككاتب أن تصيغها بحدوتة درامية وتقدمها لهم. يعني هلا هون بترجع النص موصى عليه، النص موصى عليه توصايا. لا لا، مش توصايا، مش توصايا، مش حرفيا، مش حرفيا. بمعنى نحن نحتاج هذه الموضوعات، لا نريد الذهاب إلى هذه الموضوعات، لا نريد الغوص في العمق، لكن مهمة الكاتب هنا أعتقد هو تمرير شويتين مبادئ، شويتين أخلاق، شويتين قيم ضمن هذا التجاري السائد. أما إذا كنت بدي أكتب كل ما أحلم به، فأعتقد أني راح أضل قاعد كل عمري بالبيت، وهذا ما عم يحدث مع كتاب كثيرون حقيقة. يعني آخر عمل أنت شو بتحلم تكتب؟ ما أكتبه الآن. خلص يعني مرتاح؟ لا مرتاح، ولكن يعني بس حتى أكيد عندك بعد إشي جاي عبالك تتطرق له. حقيقة هو عندي عمل هيك، يعني أنا هيك بحب أتحدث عن الحرب الأهلية في لبنان. هذه الحرب يعني فيها موضوعات من الدراما تستحق، قصص حكاية، وقصص وحكاية تستحق أن يضوى عليها وأن تظهر إلى النور. يعني خلاص ملينا من هي القصص تبع التوكسيدو والفي آي بي وأوتيلات وعاشق ومعشوق. يعني خلاص حكاية أصبحت مستهلكة. ولبنان عم نشوف صور أنت وعم تحكي فادي، صور يعني مرقت من خلال تصوير مسلسلاتك. هذا مسلسل وصايا الصبار، وصايا الصبار مسلسل نقطة انتهى مع الأستاذ عبد فهد. يعني مع شو اسمها الممثلة؟ صفاء سلطان. صفاء سلطان، تحيتنا لها. دورة كتير حلوة على فكرة، وأبضاية ندى صديقتنا، ندى تحيتنا ندى، صباح الخير، رح تكون ضيفتي قريبا. أستاذ عادل كرم. أستاذ عادل، كانت تجربة بيني من خلال اللي بتابعك على ستوريات بقولك وعلى صفحتك، أنه فيها متعة، أنه كمان أنت كنت جزء من المسرح. يعني عم تروح بمعنى انه عم تكون جزء من كيف عم يجسدوا، انه بروح التصوير، إيه انه بتتدخل بالارض كيف شو عم بصير، بيعيدوا يعني بيرجعوا لك. لا هي حقيقه، ولا خلص اعطيته النص وما بقى خصك؟ لا اكيد، حقيقه لازم اوجه تحيه لشركه الصباح
الأستاذ صادق، المدام لما، الأستاذ زياد الخطيب، نعم. لأنه احترموني جدا وكأنني كاتب لدي باع طويل. وأنت في بداية عمرك كانوا دائما أي إشكالية أو تعديل يعودون إلي، يعني حتى يطلبون من المخرج أو من الممثل العودة إلى الكاتب. حلو. أنا كنت بنزل، لا ما لها علاقة لا بتدقيق ولا إلا بس إنما لأنه أنا مرأت بتقريبا شيء 13 شهر كنت قاعد وراء اللابتوب حقيقة، يعني ما 13 طلعت شهر، لأنه كان في مسلسل تركي اسمه في الداخل معرب 90 حلقة اشتغلنا إلى جانب صديقنا الأستاذ رامي كوسا ووشد كتاب، ثم بعد مسلسل وصايا الصبار الذي يتم عرضه الآن على قناة أبو ظبي، وبعدها كتبنا مسلسل ألف بيروت هو لشركة الصباح 15 حلقة تم تأجيله لبعد رمضان، ثم جاء نقطة انتهى. وبالتالي يعني كنت أنا ما عندي وقت أبدا أني أشوف العالم وأخذ وأعطي، والشيء طبيعي أنه هذا نتاجك مع شركة كبيرة محترمة ومع نجوم يعني كبار، فكان من الطبيعي أني يعني أنزل على السيت وبشوف التصوير ومتابع الأمور يعني. نعم، رح نحكي عن مزاجك ككاتب وكيف بتحبس حالك بعرف أنا وخلص، وبتقعد بتركز على كتابتك وعلى عالمك رح نحكي عنه، بس ولكن جاي بسألك عن ما كتبته الصحافة اللبنانية عن حول تطرق بعض الكتاب السوريين لفكرة الفساد السياسي اللبناني. فساد السياسي اللبناني نحن مع أنه نحن سياسيين مفسدين، مش رح نعارض أبدا، أكيد ما رح نجملهم، مفسدين وعلى راس السطح وفخورين بفسادهم كمان، بس ولكن أنه كاتب سوري يحكي عن هذا الموضوع بوقت أنه ما بيقدر يحكي عن فساده ببلده أو بيحكي، ما بعرف إذا بيقدر، خبرنا كيف. حقيقة هذا الكلام يجافي الحقيقة، ولدي الدليل. يعني لا، في كثير من الكتاب السوريين تطرقوا إلى الفساد السياسي، وعلى سبيل المثال لا الحصر يعني وأوخبوا أكيد، الولادة من الخاصرة 3 أجزاء، مسلسل عرض على قناة الجديد قبل 4 سنوات دقيقة الصمت لم يتعرض إلى الفساد السياسي، لعنة الطين ألم يتطرق إلى الفساد السياسي؟ لا، هذا كلام يجافي الحقيقة. لكن أنا ككاتب سوري أقيم في لبنان وحكايتي حكاية لبنانية، عن ماذا أتحدث مثلا؟ أتحدث عن الفساد في المريخ؟ عن الفساد في كندا؟ من الطبيعي ومن المنطقي جدا أن أتحدث عن الفساد السياسي في لبنان. نعم، بس أنت قادر كشخص بعيش يعني بشكل طارئ بلبنان، منك من النسيج المجتمع، قادر يعني تعمل هيدي التوليفة أنه مثل أي لبناني؟ أنا قارئ جيد للتاريخ. أنا عم تقول بدك تكتب عن الحرب الأهلية. أنا قارئ جيد للتاريخ اللبناني حقيقة، قارئ جيد وحضران أفلام وثائقية جدا وموغل بالحرب الأهلية وبتفاصيلها وبحكاياها، يعني حقيقة ما بدي زاود على حدا، لكن وأحب لبنان في بعض المرات أكثر من اللبنانيين، يعني ما بدي زاود على أي لبناني. لبنان أنا بتعامل، أنا حتى بمسلسل النقطة تحدثت، يعني تحدثت عن إشكالية السوري اللبناني، وهذه الإشكالية على فكرة موجودة من ما قبل النار بالنار، أنا كتبتها في مسلسل سوق الخراب، ولكن هذا المسلسل لم يبصر النور إلى اللحظة، فتم أخذ بعض المشاهد ووضعها في نقطة انتهى. هذه الإشكالية إشكالية علاقة السوري اللبناني المتواجدين، يعني ما بدنا نكذب على بعض، نعم. يعني موجودة وما فينا كمان نهرب منها، إلها علاقة بالسياسي لأنه دايما السياسي هي بتتحكم بمزاج الناس. صحيح، هنا عمليا الناس بحبوا بعض ورواء وأصدقاء، طبعا مع احترامنا لكل الآراء والأقلام اللي كتبت، يعني هذا حق ايه، وهذا شأن، وأيضا حقي إن نعم أن أرد وأن أبرر وجهة نظري. يعني نعم، مزاجك ككاتب فادي أنه اللي شخص اللي بيحبس حاله سنة وقاعد مع شخصيات وما بتجن؟ والله ليك عندك ميول هلأ كنا عم نحكيها بالفصامات، كلمة الأستاذ يعرب العيسى، تماهي مع الشخصيات وكيف بدك تنهي مصائرهن، بتوصل لمرحلة تستمتعي بهي الحالة، تستمتعي بعذابها، تستمتعي أحيانا بنشوتها، تستمتعي بانتصارها، فأنت بتعيشي معها. فأنا عايش مع مجموعة شخصيات بحاكيهم كل يوم حقيقة أصدقائك يعني، إيه أحيانا يعني شخصية بتصير بورطة شي مرة يتحكموا فيك هن؟ والله احيانا بيأسروا فيني، اكيد بيأسروا فيك أكيد. إيه؟ بس اكيد ما بتتقاطع مع شخصيتي الحقيقيه يعني، إيه؟ اكيد هذا الشيء عارف حدود الوهم والحقيقه، اكيد بدك تفصل يعني. نعم، بتمنى دائما شخصيتك تقول لك انه انت كاتب ناجح يا فادي، اتمنى يعني دائما شخصيتك تقول لك كتبنا خلقنا، وانت شخص ناجح، انا بفتخر بصداقتك على كل حال. شكرا لك لورك، وبدي اتمنى لك كل خير بكل الاعمال الجايه،
أو الحرب الأهلية فينا نكون جزء إذا بدك. أكيد بنتشرف. بركي بتعطي دور لكاتبة بالحرب الأهلية أو كاتبة أو شاعرة متمردة شيوعية. متمردة شيوعية تريد من خلال كتاباتها أن تغير المجتمع وتؤمن بأن التراكم الكمي يؤدي إلى تغير نوعي. فشكرا كثير ونتمنى كل خير لك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك لوركا وشكرا لمشاهدي قناة الجديد اللي عم يشوفونا. وكمان بهاي المناسبة بدي عيدك لأنك أم، بدي عيد كل أمهات العالم من ودعونا ومن بقوا معنا. وتحية كمان لوالدتي اللي أنا تقريبا صار لي أكثر من 5 سنين ما شفتها. كل عام وأمهات العالم بخير. تنعاد على أمك تضل إن شاء الله بصحتها يا رب. تسلمي. شكرا لك. نلتقي على كل خير. فادي حسين.